خالد رشيدي ما عليه تألق فريق تألق بطولات جاي اخر وقت كذي ما يصير شوف فريق اخر وقت كذي عصار مجهودك عصار مجهودك الحمد لله على كل حال مبروك نادي الكويت هذا نادي القادسيه شكرا للجماهير اللي ساندت شكرا للاعبين على اداء الرجولي خاصه في الشوط الثاني لكن هذه كره القدم نهائي خطا واحد راضي على مستوى الفريق اليوم يعني الفريق قدم مو تقول ما ادى لكن ماكو حظ الحمد لله على كل حال الشوط الاول القادسيه لم يظهر كثيرا باستثناء فرصه فقط حتى الكويت ترى ما بين الجيم الاول الجيم الثاني يعني الكويت متى سجل الهدف ومن شنو سجله من خطا بالنهايه هذه مباراه نهائيه في واحد احنا كلنا فايزين ان شاء الله بالسلام حق على سمو ولي العهد وخيرها بغيرها ان شاء الله هي كيبقاو يعني فريقين كيتنافسوا على الدوري ويتنافسوا على كل البطولات الحمد لله يعني فريق الكويت الكويتي اهم شيء هو حقق الكاس وان شاء الله تابعنا شغل كثير ان شاء الله علشان مباريات جايه ان شاء الله باذن الله الحمد لله على كل حال اللقب كل من يتمنى انه يفوز في المباراه هذه ويحصل على الكاس هذا نقول مبروكين حق جمهور نادي الكويت وعلى لاعبين نادي الكويت كنتوا ابطال داخل الملعب نفذتوا اللي احنا نبي ننفذوه داخل الملعب الحمد لله فضل الله اقول اول شيء مبروك لفريقنا هذا لك فريق القادسيه مباراه كبيره بين فريقين كبار كنت اقول بالسابق حتى للاعبين انتم الفريقين يا ما متعتوا الجماهير بالمنتخب وبالنهائيات لازم نلعب كره قدم احنا ما نروح معسكر حتى نجي نلعب 90 دقيقه نسكر وكذلك القادسيه اليوم لعب مفتوح في هجمه مني قول الحمد لله نشكر الله سبحانه وتعالى على هذا الفوز ونقول هارد لك القادسيه ابارك لرئيس اعضاء مجلس اداره نادي الكويت ورئيس الفقي نادي الكويت سيد مرزي غانم الى جماهير نادي الكويت الوفيه الى اخوان اللاعبين الابطال جهاز اداري فني بطوله صعبه للامانه كان قبلها توقف طويل ما كان الفريق يعني في الجاهزيه التامه لكن لله الحمد اليوم اثبتوا اخوان اللاعبين الابطال ان قادرين على تحقيق البطولات اليوم حققنا بطوله مهمه بطوله سيدي حضره سمو العهد حفظ الله ورعاه وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان مقبلين على القادم بافضل باذن الله. معالي خالد الرشيد يقول الوم لاعبين نادي الكويت على تاخير الوقت. كيف يلوم اللي يلومه؟ يعني احنا نعرف شنو قدمنا بالمباراه ونعرف شلون ادرنا يعني درنا المباراة وين الوقت الضائع يعني وين الوقت الضائع اليوم اللعب سريع واللعب متبادل بين الفريقين تفوق علينا بشوط تفوقنا عليهم شوط ولله الحمد يعني حاولنا يعني لكن لو نتكلم المباراة بشكل عام يعني كانت نوعا ما كانت تليق بمستوى الفريقين الموجودين خصوصا كمية النجوم داخل الملعب كانت مباراة يعني تقريبا نتكلم يعني مستواها يعني أقل من المتوسط لكن الحمد لله مش شايف يعني الهدف كان خطأ يعني فردي لكن بالعكس يعني الخطأ يمكن تحمل الجميع والعموم كان موجود مع اللاعبين والعموم كنا في قارب واحد وان شاء الله باذن الله نحاول نعوض الفتره القادمه. اشكر صراحه اللاعبين والجهاز الفني والاداري ونهدي هالبطوله طبعا حضرة صاحب سمو ولي عهد ونهديها حق يعني رئيس النادي خالد الغانم ابو محمد خصوصا اول بطوله له وكرئيس النادي ان شاء الله القادم افضل يا رب.